نفس وضعي الآن على هذه المنصة، أبغى التخصص الفلاني. لا لا معليش، ما أبغى هذا، أبغى هذا. لا ما أبغى هذا، أبغى هذا. هو يتشرب، هو يتشرب ومن حقه، لأنه غيره نايم وهو شغال مجتهد. أما صاحبنا اللي معدله يعني نايم في العسل طول السنة ويبي يعني مشي أمورك، تكفون، أبغى هندسة. يا حبيبي وين هندسة؟ أنت ما اشتغلت على نفسك حتى أعطيك هندسة. طيب علوم حاسب؟ لا يا حبيبي لا. طيب عمارة وتخطيط؟ لا. ثم يعطونه تخصص هو ما يرغبه. لا يعني أن التخصصات غير جيدة في الجامعة، التخصصات كلها جيدة في الجامعة، ولكن ربما هذا التخصص اللي أعطيت له أنت له ما ترغب أنت ولا هو بقاموسك أصلا. فيا شباب، نصيحتي، نصيحة أخ، شدوا حيلكم. أنا يعني طيب، خلونا من اللي يرغب في تخصص الهندسة يرفع يده، يعني تقريبا نص أو أكثر من نص. طبعا مو بس أنتم في القاعة، تقريبا في 2000 طالب في المسار العلمي، خلينا نقول يعني 1200 إلى 1500 طالب يرغبون في هذا التخصص، وحقهم كلية الهندسة، يلتحقون في كلية الهندسة. ولكن كلية الهندسة تقبل تقريبا 400 طالب، وحنا عندنا 1500 طالب، فأنت تنافس 1500 طالب على تخصص الهندسة. فالوضع يا شباب ما هو لعب، ما فيه لعب، ما فيه لعب. شد حيلك من الأحد القادم، من أول ما ينزل جدولك شد حيلك. لا تقول والله ما قلتولي، أنا والله ما دريت، أنا ما سألت. يا شباب، الأصل في طالب الجامعة أنه هو اللي يبحث عن المعلومة، هو يبحث عن المعلومة. لا تتوقع أنه شخص يجيك يقول لك يا فلان يا عيني يا بابا تعال سو كذا. ممكن يمرك مرة، مرشد يمرك مرة، عميد يمرك مرة، لأن العدد كبير يا شباب، ما هو مثل المدرسة يعني كل طلاب الثانوي ما يتجاوزون 100 طالب، 150 طالب بالكثير. هنا عندنا 5000 طالب في عماد السنة الأولى المشترك، 5000 طالب. لا تتوقع أن يجيك شخص يقول لك يا حبيبي سو كذا، لا، أنت ابحث عن المعلومة، أنت ابحث عن كيف أعرف عن هذا التخصص، كيف أطور من مهاراتي في هذا التخصص. فنصيحتي يا شباب، شدوا حيلكم. في نقطة قبل ما أنساها، في برنامج اسمه الالتزام حياة وتبع وحدة شؤون الطلاب، هذا البرنامج يكرم جميع الطلاب المتفوقين والمتميزين دراسيا وسلوكيا في نهاية كل سنة. فلله الحمد، يعني كل سنة تطلع مجموعة كبيرة متميزين دراسيا ومتميزين خلقيا كأمثالكم بمشيئة الله. وأنتم يا مسار العلمي، خلونا، في أحد مسار إنساني هنا؟ طيب، في يعني المسار العلمي المنافسة فيه شرسة شوي، يعني الطلاب جادين شوي. هذا لا يعني أن طلاب الإنساني غير جادين، لا، ولكن فيه طلاب يعني نوابغ في المسار العلمي. فيا شباب، شدوا حيلكم. طيب، وصلت المعلومة يا شباب؟ وصلت؟ أتمنى أن توصل. شباب، في نقطة، وترى إلى الآن ما بدأ البرنامج، يعني هذه من القلب إلى القلب، أنا هذا شيء عايشته، يعني ما حد يعني قال لي أو أني أكتب كلام على الورق وكذا، لا والله عايشته. كثير من الطلاب يجوني في نهاية المطاف، يا دكتور والله أني أبغى التخصص الفلاني وكذا. يا شباب، التخصصات هي كلها متميزة، ومن يميز هذه التخصصات هو أنتم، هو أنتم. دائما يا شباب، لا تصير يعني أنا إما مع الخيل شجرة،
الناس تبغى هندسة، أروح هندسة. أنا مش جيد بالرياضيات، كيف أروح هندسة؟ أنا مش جيد بالإنجليزي، كيف أروح إدارة أعمال؟ فلا بد يا شباب دائما في أي تخصص تريد أن تذهب إليه هناك ثلاثة أمور. في شيء اسمه القدرة، هل أنا قادر أني أدخل هذا التخصص؟ في شيء اسمه ما يسمى بالرغبة، هل عندي رغبة ولا علشان زملائي ولا علشان أبوي وأمي ولا علشان يقولون فلان مهندس ولا فلان دكتور ولا فلان كذا. أخيرا شيء اللي هي الفرصة، هل هذا التخصص له فرص وظيفية؟ لابد هذه كلها تقيسها على نفسك. واضح يا شباب؟ ما في تخصص في الجامعة إنك تجيب كذا وتدخل، هذه معلومة خذوها وانشروها بين زملاء. ما في تخصص تجيب كذا وتدخل التخصص، لا، هي منافسة. كلية الهندسة على سبيل المثال يبغون مثلا 400 طالب على سبيل المثال، لأن أنا متأكد من الرقم، يبغون 400 طالب يقدمون عليهم 2000 طالب يأخذون أعلى 400 طالب من معدل 5 إلى نيوكف. فما في تخصص في الجامعة أنك تجيب معدل كذا وتدخل. واضح يا شباب؟ نقولوا هذه بين زملائكم، لأنه كثير من زملائكم يقول والله أنا خلاص أنا ضمنت أني مثلا أجيب 4.5 وأدخل كذا. لا يا حبيبي، هي منافسة حسب الطلب، طلب وعرض. أبدا، كما يمكن الهندسة السنة ما حد يبيها تصير في أدنى المعدلة. أقل تخصص، طبعا أقل تخصص إقبالا ليس فيه، هو السنة هذه صار سوق العمل ما شاء الله كويس فيه وبدأ الطلاب يتجهون عليه، بدأ يرتفع. فما في شيء اسمه تجيب كذا وتدخل. واضح يا شباب؟ أتمنى هذه المعلومات تأخذونها يا شباب لكي تستفيدون منها، هي ليست يعني معلومات إلزامية عليكم. اللي بينام الله يستر عليه، واللي يبي يشد حيله بيجد النتائج فيما بعد. طيب كم باقي الوقت؟ ماشي 8 دقائق، خلونا نستفيد من هذه الفرصة يا شباب. فيه نقطة اللي هي ما يسمى بالأندية. الأندية أو الأنشطة التي تبع عمادة السنة الأولى المشترك، هناك عدة أندية. فمن كان عنده موهبة، أي موهبة، موهبة شعرية، موهبة فنية، موهبة خطابية، موهبة رسم، موهبة تقنية، ريبورت ما ريبورت إلى آخره، كلها هذه متاحة لكم. فالآن أنا بأطرح سؤال، من عنده موهبة رياضية أي شيء يرفع يده؟ تعال. إيه تعال، بس ذولا اثنين عندهم مواهب؟ ها معقولة؟ تعال شباب، والله نصيحة، نصيحة. شفتوا المشهورين اللي في اليوتيوب وفي تويتر وعلى التلفاز على اللي حنا معجبين فيهم وودي يصير نفس فلان وكذا، ترى بدايتهم على مسرح أقل من هذا، ولكنه طور من قدراته. بداية الأمر تجدوه أنشد له كم نشيدة ويضحكون عليه زملائه اللي في الفصل وكذا وكذا، ثم آخر شيء طور. بعد فترة وجد أنه لديه محصول من المعرفة والخبرة والتراكمات اللي استفادها هو. الآن ودي أتعرف على زملائكم. الاسم والمسار والموهبة. عبد الرحمن سعد السعدان. نعم. صاحبي كرة. أوه، وش المركز اللي تلعب فيه؟ مهاجم. والله هذا الجسم يعني بس مالك معاذ وطق هذول كلهم صغار ما شاء الله تبارك الله. طيب
لعيب لعيب ان شاء الله لعيب يعني الربع اذا اخذوك في المنتخب بتبيضها معهم ان شاء الله. طبعا يا شباب نادي الرياضه تقريبا كل سنه يحصل على جائزه او كاس مدير الجامعه، فان شاء الله هالسنه ب عبد الرحمن مهاجم العماده بمشيئه الله انه زياد عندنا مواهب فليتك تجي فبمشيئه الله انه يبيضها. شكرا لك يا عبد الرحمن، شكرا لك. الاسم والمسار والموهبه. اسم محمد صالح الجاري. اسلم. الموهبه صوت حسن. اوه اجل تسمعنا شيء. يا سلام يا سلام يا سلام. جميل لك ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هذا قارئ التحضيرية اليوم ضبطناكم اليوم عاد وانا رحت محمد الشيخ جابر ما في مشكلة. لا الآن ودنا تسمعنا شيء غير القرآن، ما قصرت في القرآن، عطنا نشيد أو شيلة أو إلى آخره. تفضل. سراني مع القمر تفضل كمل كمل. على ذيك النجوم اللي تلالا وصفها والسر عليها صفحة الدنيا تبسمني اللي شفتها ونسناس الهوى غربي ومع الليل ليبي يدعب له وصول زان القمري يا سلام يا سلام يا سلام عليك. جميل 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 جميل. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحييك يا ابو الحارث، الله يحييك يا اخوي. شكرا لك يا حبيبنا. الاسم والمسار والموهبه. ابو شباب معلش روحوا سجلوا اسماءكم هناك. تفضل حبيبنا قرب. انتظر منكم من يخرج. ابو الحارث معليش انا باخذ فقرتي الان خلاص، يعني 10 دقائق تعطوني اياها الان بما اني كملت. ماشي نبدا بالقران ثم الفيلم على طول. فقره الانديه خلاص الان باخذها بما اني كملت. تفضل. علي داود المسار الصحي. الموهبه اللي عندي في الالقاء وفي فن الخطابه، عندي مواهب في الرسم والفنون. جميل. المنصه امامك وعطنا نص الان قدم فيه. تفضل. رح للبوديوم. لا 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 خليك على المنصة. خلني شوي حق أحد. طيب أوكي أوكي. ترى كثير من الناس يعشق أنه يمشي على المسرح ما يحب يتقيد. تفضل. في البداية أنا سعيد لهذا اليوم بتواجدي في صرح جامعي شامخ مثل جامعة الملك سعود. ونحن أسعد. شكرا لك. ويسرني تقديم هذا النص الشعري وأرجو أن يحوز على رضاكم. خير ما يقال في مثل هذا المحفل وخير ما أبدأ به
هو نص يمثل الوطن ويمثل كل مواطن. تحيا تحيا وتلثي مملك الأحباب، ومداك ينسخه الهوى الخلاب، ويغمد السلم المطرز بالصفا، وعلى الرضا تتوحد الأسراب. يا موطني يا موطني وهواي فيك عقيدة، فإذا هويتك مخلصا سأثاب. أصلي وأصلك من تراب واحد، فخرا إذا عشق التراب تراب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شباب كمل بالله، عطنا عطنا شيء ثاني. شباب انا اتوقع ان كثير منكم لديه نفس موهبة زميلكم وافضل، ولكنه متحرج يخرج. فرجاء اخرج. شو اسمك؟ علي. علي اللي في داخلك، تفضل حبيبنا كمل، عطنا نص اخر. ها انت في ذهني مجال تامل، حسبي بما تتامل الالباب، تفريك مكه والمدينه بالندى، انهار روحانيه تنساب، والبحر والصحراء فيك تزوجا، فنمى الهوى وتكاثر الانجاب. تحيه والله، تحيه قويه، شكرا لك يا علي، شكرا شكرا. سجل اسمك عند الاخوان. وهذا طال عمرك ابو الحارث، شاعرنا ومقدمنا وكل شيء ما شاء الله. نبي مواهب اخرى. ها ها يا شباب، تعال تعال تفضل. ما شاء الله، اي بدت بدت يا شباب، خلوا عنكم الحراج، ترى الدعوه كلنا بقاعه يمكن ما تتجاوز يعني 100 طالب، الدعوه اريحيه. الاسم والمسار والموهبة. عبد الرحمن الشمواني، مسار صحي الرسم. ما شاء الله تبارك. المشكلة ما عندنا سطور الآن نرسم عليها، ولكن جميل جدا. كيف تعرفت على الرسم ومن اللي حفزك على مثل هذا الشيء؟ والله أنا حبيت الرسم يعني من يوم صغير المدرسة والمدرسين يعني كانوا يلاحظون إنه في موهبة. فالحمد لله يعني استمتع بالرسم. جميل. شاركت بفعاليات مشاركات؟ كانت بسيطة على المدرسة، يعني طلبوا مني مشارك، كان في المربع كان في مسابقة أو شيء يعني تعرف إنه كان تبع. فبس هذه يعني. طيب حصلت على جوائز معينة؟ ما حسيت إنه لا جائزة، أعطاني تكريم على المشاركة فقط، لأنه ما كان في أتوقع إنه كان مراكز أو شكرا لك يا الشمراني، سجل اسمك عند الزملاء حتى يستفيدون منك في الرسم. ها موهبة أخرى، معقولة؟ ما في إلا ما شاء الله، تعال. شباب اللي عنده موهبة يجيني على طول، ما يحتاج يرفع يده، لا يستأذن، بس أعطونا الوقت لأن أخذ الوقت كله. تعال يا حبيبنا. ها؟ شباب اللي يعرف زميله انه شاعر، وعليكم السلام، معلش، اللي يعرف زميله انه شاعر ولا شيء شيء يدبس عليه، ماشي؟ يعلمني وانا اتفاهم معه. الاسم والمسار والموهبه. وليد علي زيد، مسار انساني، موهبه صوت. ما شاء الله، اجل عطنا الجوال هذا لا يضايقك. لا لا ها جميل، اجل بس شل هذه منه، ايوه احسن. عطنا الشعر، بس دقيقه يا علي زيد. وطني أحبك لبدي، تريد مما ولدتني، سيضم حبك في دمي، لا لن أحيد ولا نمي، سيضم ذكرك في فمي، وصيتي في كل جيل، حب الوطن ليس دعاء، حب الوطن عمل ثقيل، ودليل حبي يا بلاد سيشهد به الزمن الطويل،
قسما بمن فطر السماء ألا أفرط في الجميل، فأنا السلاح المنفجر في وجه حاقد أو عميل، وأنا اللهيب المشتعل لكل ساقط أو دخيل، سأكون سيفا قاطعا فأنا شجاع لا بليل، عهد علي يا وطن لدن علي يا جليل، سأكون ناصحا مغتما لكل من عاشق الرحيل. تحية قوية، تحية قوية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. روح سجل اسمك عند الزملاء، الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. السلام. الاسم والمسار والموهبة. اسم عبد العزيز بن سعد الصويلح. نعم. الموهبة الشعر. ما شاء الله. بعض الأحيان يكون عندي الإلقاء، كنت من سابق 10 دروس في المدرسة أو شيء. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ولا إله إلا الله. الموهبة والمسار عفوا الصحيح. طيب أجل لازم تقصد علي بصيدة. إن شاء الله. طيب تفضل. أنا أمسي على زملائي الطلاب. الله يحفظك. والله يوفقنا إن شاء الله وياك. آمين يا رب. آمين. 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 طبعاً هذه أبيات شعرية بسيطة كتبتها في الوالد والوالدة يوم حجة السنة هذه. الله يحفظهم يا رب. اللهم آمين. وحبيت إن أكتب خاطرة بسيطة، ولا تسمعك قصيدة، هو من أصل درجة إلى كل شاعر، لكن مجرد خواطر بسيطة. مثل خواطرك الرجال اللي بخبره خبره. تفضل. يقول يا الله يا موجد ابن آدم من العدل يلي لك الخلق في خوف وذريعة، ترى لجلك ثم لجلك ننخص الدم وسادنا في سبيلك وديعة، طالبك تحفظ واحد نضعتك أقدم وتحفظ منه طبقت الشريعة، أمي وأبوي جعلني منهم من عدم، وتراهم يا رحمن عندك وديعة، أبوي في خدمته جعلني مقدم وجعل خطوتي في رضامي سريعة، لولوة اللي هي طبعا الله يحفظها لولوة وسعد جعلني منهم من عدم، وهذه خاطرة مني سريعة وسلامك. الله يحفظك، جزاك الله خير، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، شكرا لك، شكرا لك. موعودون هذه السنة بمسابقة عكاظ، إن شاء الله بمشيئة الله بتكسر الدنيا. الاسم والموهبة والمسار. في الله سنتين، الشعر والكتابة أحيانا. ما شاء الله تبارك الله. المسار الأمني. ما شاء الله. تفضل. عطنا. الماء والله. ماشي ماشي، خذ راحتك، خذ راحتك. طبعا اي واحد شاعر لا بد يقصد عليه خلال الفصل هذا، ولا بشوف شغل اللعب. تفضل. ايه هذا طبعا حوار بيني انا وبين روحي. جميل. ايه روحي لا تحزني فهكذا طبع البشر، دائما ان تحسني تلقين زهوان وكبر، بوحي الي وزنجري جنجري هز الشجر، ان تكتمي وتصمتي تغلين كغليل القدر، فتغدر طبعا الحزن خيم في دمي واستبد بي الكدر، بين الحنايا واضلعي ارض مساحتها متر، جربت كل طريقه اللعب اللهو والجد والهزل، فما وجدت بايها نفعا ولم يسلى بي الصدر، ان العلاج يا سائله في التعود في السحر، قم الى الله ربك في الليل وصل المتر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. يوتيوب سجل اسمك عند الزملاء، ولا زلت استقبل المواهب، ما احتاج اني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا حبيبنا. الاسم والمسار والموهبه. حسين بن مريع المحطامي. نعم. معليش. مسار علمي، موهبه الانشاد. ما شاء الله. تفضل. هيجت الاخبار صوبكم يا اهل الجنون، ما شاء الله تبارك الله. عطنا واحدة ثانية. لا 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 صراحة أنا ما ارتويت إلا الآن، ويبدو زملائك بعد. حبيب قلبي. خليت قلبي وشفق اللي قليلة تتقيمة من تقام، قل لي متى وقت اللقاء
الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. المشكلة أنه دائما كل شيء له نهاية، ومع الأسف انتهى وقتي معكم، ولا كان ودي والله أن نستمر إلا إذا العميد قال خذوا فقرتي شيء ثاني. طيب الآن ننتقل إلى حبيبنا محمد القحطاني، ويبدأ في اللي عنده موهبة ولا استطعنا أن نطلعه يخرج إلى بعد ما ننتهي إلى الأستاذ زياد العتيبي. حبيبنا تفضل. الله نور السماوات والأرض، مدى نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور لا نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والآن نعود إلى أستاذ أحمد. طبعا أنا أخذت فقط يا شباب هذه الأندية الموجودة، احنا ذكرنا من شوي ولا خرجنا الصورة، هذه الأنشطة في ست أندية: نادي شباب الأعمال، نادي ثقافة الفنون، جوات السنة الأولى المشتركة، نادي المسؤولية الاجتماعية، نادي الرياضة، نادي العلوم والتقنية. من يرى في نفسه موهبة أو يريد أن يصقل موهبته، كل هذه الدورات تعطي، أو كل هذه العفو الأندية تعطي دورات متخصصة. الأمر الثاني أنها تقام في وقت البريك. والسلام عليكم. والآن ننتقل وإياكم إلى فيلم الجامعة. Thank you.
السنة الأولى المشتركة الدكتور نامل جهن. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم. هلا محمد كيف حالك؟ الله يسعدك تسلم شكرا. السلام عليكم. أسعد الله صباحكم. ما شاء الله تبارك الله إيش الإشراقة الجميلة هذه؟ يعطيكم ألف عافية. في بعض الطلاب متأخرين أحشهم ولا بلاش؟ أنكم جايين بدري وجالسين تنتظرون هم تأخر. حنسامحهم المرة هذه بس بعدين يوم الأحد الجاي ما فيه نظامنا نظام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم في جامعتكم جامعة الوطن جامعة الملك سعود. الجامعة لها فخر وحق لها أن تفخر بكوكبة من أمثالكم، بكوكبة متميزة. جامعة الملك سعود تعتبر من الجامعات المتميزة على المستوى العالمي، ولا أتكلم عن المستوى العربي حتى، المستوى العالمي. والجامعة المتميزة عالميا دائما تقبل طلبة متميزين مثالكم. فهنيئا للجامعة بكم، وهنيئا لكم بجامعة الملك سعود، وهنيئا جميعا لنا بهذا الوطن المعطاء الذي قدم لنا كل خير. ولن تجد وطن مثل المملكة العربية السعودية تقدم ما تقدمه المملكة، لا لمواطنيها ولا لزائريها. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. البعض يقول يا أخي صجتونا برنامج تعريفي ومو تعريفي ولازم نعرف عن الجامعة. أنا أقول اليوم هو أول يوم لكم في دراستكم الجامعية، واليوم هو مميز، مميز بوجودكم ومميز بالأشياء اللي تفعلونها أو تعملونها اليوم. بتميز اليوم ما بعده سوف يتميز بإذن الله. في عماد السنة الأولى المشتركة ما صار يتحرك. في عمادة السنة الأولى المشتركة احنا غيرنا حتى المسمى، غيرنا الخطة الدراسية، غيرنا المقررات. أنتم دفعة جديدة استفدنا من التجارب السابقة، وأنتم جيل المستقبل، أنتم رؤية وطن. واجب علينا في جامعة الملك سعود أن نبني هذه الرؤية ونبني هذا الجيل من أجل أن يحقق الأهداف 2030. وجودنا في الجامعة هو من أجلكم، وجودكم في الجامعة هو من أجل الوطن، من أجل والديكم، من أجل مستقبلكم. فمن اليوم ابدأ فكر بهذه الطريقة اللي هي طريقة من اليوم يبدأ مستقبلي. لابد يكون عندي هدف أنا أبغى أحققه، لابد يكون عندي رؤية أنا بحققها، لابد يكون عندي أمور واجب علي أني أعملها. أنتم انتقلتم من مرحلة الثانوي إلى مرحلة مختلفة. دائما يقولون في المراحل المتوسط الابتدائي والمتوسط والثانوي يقول لك تعليم ويسمونه تعليم عام. الآن أنت في مرحلة التعليم إيش؟ العالي. والعلو هنا يأتي مع همتكم العالية، كيف أنك أنت فعلا تكون طالب علم يحقق أهداف كثيرة. أول شيء ونصيحة لكم كأخو، النية النية النية. احسن نيتك في طلب العلم، اجعل نيتك لله سبحانه وتعالى. طالبين، واحد نيته عشان الشهادة، عشان يقولون دكتور، واللي يقولون مهندس، واللي يقولون whatever الكلمة اللي يقولونها. واحد ثاني يقول نيتي عشان أطلب العلم، عشان أخدم المسلمين، عشان أخدم وطني. هذا يدرس 4 سنين ولا 5 سنين وهذا مثله، بس في الأخير هذا يحصل حسنات كثيرة ويلقاها يوم القيامة، وهذا حسب نيته. حلو؟ هذا أول شيء. الحاجة الثانية عشان تكون حياتك في الجامعة جدا ممتازة لازم تعرف شيء أساسي مهم جدا. إحنا دائما نقول لكل الطلاب، ترى لما نقول إحنا السنة الأولى المشتركة إحنا نعنيها، لأنه يشترك فيها مجموعة، عندك مجموعة مواد عامة
يشتركون فيها كل الطلاب اللي داخلين الجامعة باختلاف مساراتهم. المسار الإنساني على سبيل المثال، ما توقع في أحد عندكم مسار إنساني؟ المسار الإنساني حيدرس فصل واحد، لكن المسار الصحي والعلمي حيدرسون فصلين. المسار الإنساني يدرس فصل بعدين يتخصص ويروح كليته، المسار العلمي يستمر معنا ويدرس عندنا لين يتخرج، المسار الصحي يستمر معنا سنة وبعدين يدرس كلية العلوم بعض المواد ويدرس هنا بعض المواد. هي فعلا مواد مشتركة بين الطلاب، لكنها إيش فيها هذه؟ فيها حاجتين أساسية. أول حاجة هي السنة الأولى من دراستك الجامعية، ليست سنة زائدة، إنما هي سنة دراسية من سنواتك الجامعية. الحاجة الثانية، معدل هذه السنة يدخل معاك في تخصيصك وفي مستقبلك وفي كل دراستك الجامعية. لو أنا كنت مكانكم بعتبر هذه السنة هي خلينا نسميها سنة تحديد المصير. أنا ما بخوفكم، لكن أنا ما بقول إنها سهلة، إنه جامعة الملك سعود جامعة عالمية، فلا تتوقع ابن الطالب إنك أنت تحصل اختبار سهل في جامعة الملك سعود حتى المواد البسيطة. سببين: السبب الأول إنه إحنا نبذل مجهود من أجل الطالب، نعطيه مادة علمية، نتعب من أجله. السبب الثاني، طلابنا أمثالكم متميزون، فلن نستخف بعقولكم ونعطيكم اختبار سهل. من يوافقنا الكلام هذا؟ أنتم أذكياء. قليل والله اللي موافقين، ما في اختبار سهل. تحتاج عشان تعدل الاختبارات اللي موجودة عندنا هنا بإذن الله ثلاثة أمور، وهي بسيطة على من سهلها الله عز وجل عليه: اجتهاد، التزام، انضباط. وأول يوم اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. التزام في الوقت، انضباط بالزي الجميل هذا اللي أنتم لابسينه، واجتهادكم في أنكم حرصتوا أنكم تكونون في ثاني يوم في البرنامج التعريفي. استمروا على كذا، وإذا استمريتوا على كذا أنا متأكد أنكم ما بتكونوا مثل هذا الطالب اللي قاعد متلطم قال يا أبوي تجي يسرها الله، يتوقع أنه بيأخذ الأي زايد. إحنا شو قلنا قبل شوية؟ لن نستخف بعقولكم. يمكن سمعتوا أنتم أو قريتوا في تويتر والأشياء هذه، طلاب يشتكون وصلوا هاشتاج، يوصل هاشتاجين ثلاثة هاشتاجات ما تفرق. ليش؟ لأنه أنتم ثروة الوطن، ولن نخدعكم مهما كانت النتائج. نحتاج نعطيكم العلم ونتوقع منكم الاجتهاد. أنا لا أقول إن إحنا تعجيزيين، لكن لسنا سهلين. فيه أسئلة يعني حسب المقرر أسئلة ممكن أي طالب يحلها، لكن في أسئلة تميز الطلبة أمثالكم، لازم نحتاج سؤال سؤالين فيها صعوبة شوي عشان نميز الطلاب عن بعض. عشان تنجح أنت في دراستك الجامعية تحتاج مساعدات، ومن أهم المساعدات هو دليل الطالب. دليل الطالب فيه كل المعلومات اللي أنت تحتاجها عن دراستك الجامعية، وهذا الدليل موجود في موقع العمادة بصيغة إلكترونية. في الأعوام الماضية إحنا كنا نطبع ونعطيها الطلاب، لكن مع الأسف وجدنا أن الطلاب إيش يسوون؟ أول ما يطلع من هنا إما حط رماه في شنطة السيارة ولا في الطريق مع الأسف. فإحنا قررنا نقول أنه هو حيكون بصيغة إلكترونية موجود في أي لحظة أنت احتجت، حتى وأنت على سريرك تدخل من جوالك تطلع على دليل الطالب. دليل الطالب فيه كل المعلومات اللي أنت تحتاجها في دراستك الجامعية. بعد شوية الزملاء بيشرحوا لكم عن بعض الأشياء الأخرى اللي هي المساعدة، ومن ضمن المساعدة يمكن ذكر زميلي الأستاذ أحمد قبل شوية اللي هي قضية الأندية الطلابية. وأنا أقول أبناء الطلاب، الجامعة ليست فقط قاعة وليست مادة. أغلب الناس الناجحين أغلبهم لم يكتفي بقاعات الدراسية، وإنما اجتهد وعمل في تنمية مهاراته. من ضمنها تنمية مهاراته نماها داخل أندية الجامعة. وأعطيكم على سبيل المثال، ما فيه رئيس وزراء في بريطانيا إلا وكان له نشاط في الجامعة، كلهم
ليش؟ لأنه بدأوا من الجامعة صقلوا مواهبهم. وعندنا هنا في السعودية أغلب الناجحين الموجودين الآن ماسكين وزارات أو ماسكين مناصب إدارية عالية بدأ بنشاطاته إما من الدراسة من الابتدائية أو الثانوي إلى الثانوي أو في دراسته في الجامعة. فالأنشطة الطلابية لا صفية أنا أنصحكم فيها. طيب عشان لا نطلع من الموضوع، دليل الطالب فيه معلومات. طيب لو ما حصلت المعلومة في دليل الطالب إيش أسوي؟ في نهاية دليل الطالب في موجود صفحتين أو ثلاث صفحات فيها كل الإيميلات اللي موجودة عندنا في العمادة، كل الإيميلات اللي موجودة. تواصل عندنا هنا تواصل إلكتروني، من ضمنها حتى الإيميل العميد موجود. هذا الإيميل هو خاص في أنا وأنا اللي أرد عليه. متواعدين إحنا وزملائي في العمادة أنه نرد على الإيميل أقصى مدة 72 ساعة ما لم يحدث ظروف صعبة. فلو عند الطالب أي استفسار قبل ما ترسل العميد، روح شوف من الشخص المفروض أنك أنت ترسله. تبغى تستفسر عن اللغة الإنجليزية، في إيميلات اللغة الإنجليزية. تستفسر عن العلوم الأساسية مثلا الرياضيات والإحصاء موجود. إذا تستفسر عن مثلا مهارات تطوير الذات، الحاسب الآلي أو المهارات الجامعية، فيه القسم موجود. اسأل استفسر في شيء عن شؤون الطلاب، عن الخدمات الطلابية، الوكالة الخدمات الطلابية هي من أجلكم. استفسر كذلك الدكتور يمكن حيشرح لكم بعد شوية عن بعض الأمور المهمة اللي الخدمات الطلابية تقدمها، وكالة الخدمات الطلابية تقدمها. موجودين إحنا على تويتر، بس تويتر معروف إنه هو مفتوح للعالم، مو مثل الإيميل يكون شخصي خاص. وبعض الأحيان في تويتر في ناس يستخفون دمهم شوية، إيش نسوي لهم هذولا؟ بلوك، صح ولا لا؟ سويته من العام الماضي واللي قبله. في ناس يعني لأن تويتر حتى لو بتكلم أنا في تويتر لابد إني أنا أتكلم شيء عام لأن الكل يشوفه. فلو أرسلت الإيميل بأمورك الخاصة اللي هي أنت تحتاج تستفسر عنها، أستطيع أني أرد عليك أو أوجه الإيميل إلى الشخص المعني إذا كنت أنت ما عرفت من هو الشخص المعني. تواصلنا وش هو؟ تواصل إلكتروني، ما في ما نقدر إحنا نتواصل مع الطلاب وجه لوجه. نمر في الأسياب، نمر في الأماكن، موجود بابنا مفتوح، عندنا أوقات لزيارة الطلاب مفتوحة لكنها محدودة، لن نستطيع أن نغطي كل الطلاب. عندنا إحنا في المبنيين هنا في العلمي والصحي والإنساني عندنا إحنا تقريبا 8000 طالب، فلن نستطيع. لو أقضي وقتي بس أقابل 10 طلاب في اليوم هذه عددها كبير، فلن نكتفي بالطلاب. فتواصلنا هو إيش؟ إلكتروني. طيب أنت الآن في الحياة الجامعية، وعشان تنجح في الحياة الجامعية في البداية أنا قلت لازم يكون عندك هدف. خلوني أحكي لكم قصة دام إحنا في الإجازة. هذه القصة صارت في الإجازة هذه. عبد الله كان طالع مع أسرته، طالعين في رحلة خارج المملكة، ومن ضمن فقرات الرحلة أخذوا لهم رحلة على كروز. سامعين الكروز؟ رحلة بحرية، سفينة كبيرة. عبد الله شوية مليقيف، يحب البحر ويحب يطالع. أهله راحوا في المطعم قاعدين يأكلون، هو طلع على حافة السفينة شوي قاعد يناظر في السمك، يشوف فيه كأنه في سمك تحت كذا. قدر الله عز وجل وطاح عبد الله في البحر. من حسن حظه أنه كان في واحد واقف على طرف السفينة. في السفن هذه فيه زي جرس الانذار يعلن حالة طوارئ. راح الرجال هذا الكبير في السن هذا، راح سحب الجرس حق الانذار وانطلق ونزل هو كمان معه عبد الله في البحر. عبد الله مع الأسف ما كان يعرف يسبح، شوي ويموت. الرجال أنقذه، جو الآخرين رمولهم طوق النجاة، طلعوا عبد الله منه من البحر مع الرجال هذا. عبد الله مفجوع، راح لأمه وأبوه يعتذر يقول لهم معليش أهلك مفجوعين عليه. خلص من هذا، شاف أن الرجال اللي أنقذه كان موجود في حافة السفينة واقف مكان نفس المكان، ثيابه ملابسه مبللة. راح عبد الله من حبه للحياة راح ضم الرجال هذا وسلم عليه، قال له شكرا على أنك أنت أنقذت حياتي. إيش رد عليه الرجال هذا؟ طبعا باللغة الإنجليزية أنا بترجمها لكم. قال له أتمنى
أن حياتك لها قيمة تستاهل إنقاذها. أتمنى حياتك لها قيمة تستاهل إنقاذها. أبنائي، كل واحد منا عنده هدف في الحياة وحياته لها قيمة. من اليوم ابدأ فكر بهذه الطريقة، هل حياتي لها قيمة أنه أحد ينقذني ولا لا؟ وإيش هي القيمة هذه اللي هي موجودة تستاهل أن فعلا حياتي أعيشها؟ اجعل همتك عالية، اجعل قيمتك عالية. كل ما زادت القيمة هذه كل ما حققت نجاح أكثر. أسأل الله لكم التوفيق وكل عام وانتم بخير. ننتقل وإياكم الآن إلى فيلم الإنفوغرافيك. مرحبا بكم بعمادة السنة الأولى المشتركة. يسرني وزملائي أن نرحب بكم ونتمنى لكم عاما دراسيا مميزا. عزيزي الطالب، لقد جاءت السنة الأولى المشتركة من أجلك، فمن بوابتها يبدأ مستقبلك، استيعابك لرؤيتها ورسالتها وأهدافها يحقق لك التفوق والنجاح. ومن أولوياتنا في السنة الأولى المشتركة الانضباط والجدية، المتعة في التعلم، إتقان المهارات الأساسية للتعلم، تنمية المهارات الشخصية. وهناك خمس مرتكزات لازم تستوعبها جيدا في السنة الأولى المشتركة، وهي المسؤولية، الاحترام، المعرفة، التشارك، التطلع للمستقبل. واستيعابك لها يضمن لك بداية سليمة وموفقة نحو المستقبل الذي تريد. تبغى تتميز وتصنع الفرق؟ لتكن مسؤولاً. أعدت السنة الأولى المشتركة لكم نظاماً أكاديمياً مميزاً، حيث يتوجب على الطالب أن ينهي جميع المقررات الدراسية في سنة واحدة، فصلين دراسيين، فصل صيفي استثنائي لجميع المسارات باستثناء المسار الإنساني فصل دراسي واحد. لا انسحاب ولا حذف إلا بظرف خارج على الإرادة. خليك متنبأ، السنة الأولى المشتركة انضباط، يتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن المحاضرات لأي سبب كان، وفي حال تأخرك عن المحاضرة تسجل غائباً. يحرم الطالب في المقرر إذا تجاوزت نسبة غيابه 25% لكل مقرر خلال الفصل الدراسي. يحتسب الغياب منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي وحتى آخر يوم قبل الاختبارات النهائية. التحضير في السنة الأولى المشتركة إلكتروني، فاحرص على الالتزام بموعد المحاضرة. ولمعرفة ساعات الغياب اتبع الرابط التالي. ولأنك مسؤول ولأننا شركاء في تحمل المسؤولية، خلينا ميثاق السنة الأولى المشتركة اللي وقعت عليه الحكم بيننا وبينك، وهذا الميثاق يشمل مجموعة من الواجبات والالتزامات الشخصية والأكاديمية. ومن ذلك الغش في الاختبارات بأي وسيلة كانت، أو شروع أو اشتراك فيه أو مساعد عليه، انتحال شخصية طالب آخر، إعاقة حقد اختبار، السرقة الأدبية، التواطؤ مع الآخرين في إنجاز عمل فردي، تحريف البيانات أو المعلومات، النقل من المواقع الإلكترونية دون الإشارة للمصدر، ضوابط السلوك، الكدش، طيحني، التدخين، عدم الالتزام بالزي الوطني، ارتكاب المخالفات المرورية، إساءة استخدام التجهيزات، عدم احترام القوانين والتعدي عليها. ترى خليك مسؤول، وأي مخالفة تعرضك لعقوبات تأديبية، تبدأ بالترسيب في مقرر أو مقررين وقد تصل إلى الفصل من الجامعة. وهناك قضية جوهرية تنم عن شخصيتك ينبغي تنتبه لها وضروري تركز عليها، وهي الاحترام. وترى احترامك لنفسك أولا، ثم لأساتذتك وزملائك والمنسوبين والممتلكات، كل هذا ينم عن ذوق رفيع لديك ويعكس شخصيتك. وبالسنة الأولى المشتركة ترى الاحترام متبادل، وهو سبيلك للريادة والتميز. في السنة الأولى المشتركة بيئة تعليمية نموذجية لجذب اهتمامك، بيئة خصبة للإبداع والابتكار وتطوير الذات. من أجل ذلك وفرت السنة الأولى المشتركة لطلبتها مصادر متعددة للمعرفة، ومن ذلك دليل الطالب والذي يحوي كل شيء يحتاجه طالب في السنة الأولى المشتركة بين دفتي كتاب. ولمعرفة كافة التعاميم والأخبار المهمة والإعلانات في السنة الأولى المشتركة، عليك متابعة بريدك الإلكتروني والشاشات والموقع الإلكتروني للعمل. راحتك النفسية والأكاديمية من أهم الأشياء التي تهتم بها السنة الأولى المشتركة، ومن هنا قد وفرت لك إرشادا طلابيا مميزا من أجل التكيف الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، فالمرشد الطلابي صديقك الوفي، فلا تتردد في التواصل معه إذا واجهتك مشكلة تؤثر على دراستك الجامعية، فنحن نوفر لك التوعية بحقوقك كطالب، حل مشكلاتك الأكاديمية والنفسية والاجتماعية، وتقديم المعلومات المهمة ومتابعة التعثر الدراسي. وإذا واجهتك مشكلة في النظام الدراسي أو الأكاديمي أو احتجت مساعدة أو استشارة، فبإمكانك اللجوء إلى برنامج الإرشاد الإلكتروني ساعدني عبر هذا الرابط. ولتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب، جاءت وحدة شؤون الطلاب لتقدم لكم العديد من الخدمات اللي تعينكم على دراستكم. ومن هذه الخدمات إصدار البطاقات الجامعية وطباعة السجلات الأكاديمية واستقبال معاملات الطلاب ودراسة أعذار الطلاب
ولسلامة توجهكم نحو المستقبل أنشئت لجنة الحقوق الطلابية لتعرف ما لك وما عليك. الشيء الرائع في السنة الأولى المشتركة أن لم يعد التواصل وجه لوجه مطلوبا أو حتى الوقوف بالانتظار طويلا حتى تعرف المعلومة. فوجودك في السنة الأولى المشتركة يعد كافيا لتواصلك مع الشخص الذي تحتاجه عبر البريد الإلكتروني. ولتقديم أي معاملة ليحتاجون الطلاب فبإمكانك اللجوء إلى برنامج دعم الإلكتروني عبر هذا الرابط. وفي السنة الأولى المشتركة 5 مسارات: مسار الكليات الإنسانية، مسار الكليات الصحية باستثناء التمريض، مسار كليات التمريض، مسار الكليات العلمية والهندسية باستثناء إدارة الأعمال، مسار كلية إدارة الأعمال. وفي العمادة 3 أقسام أكاديمية: قسم العلوم الأساسية، قسم اللغة الإنجليزية، قسم تطوير الذات. المنهج الدراسي في السنة الأولى المشتركة منهج تكاملي لبناء وتنمية المهارات والقدرات، وهناك العديد من مصادر التعلم مثل التعلم الإلكتروني ومركز مصادر تعلم الرياضيات ومركز مصادر تعلم تطوير الذات ومركز مصادر تعلم الحاسب الآلي ومركز توليد الأفكار وصالات الصحة واللياقة ومكتبة السنة الأولى المشتركة. كل ذلك لضمان ديمومة التعلم واكتساب المعرفة كمبدأ من مبادئ السنة الأولى المشتركة، وحتى ما تقع ضحية التضليل والمعلومات الخاطئة. ولتكن حذر من بعض المصادر غير الموثوقة مثل يقولون، سماع، جميع المنتديات حتى منتديات طلاب الجامعة والتجارب والخبرات الفاشلة. ولتنمية مواهبكم وتلبية رغباتكم أعدت السنة الأولى المشتركة لكم العديد من البرامج والأنشطة اللي تنمي مواهبكم وقدراتكم. ففي السنة الأولى المشتركة 6 أندية طلابية: نادي العلوم والتقنية، نادي الثقافة والفنون، ونادي المسؤولية الاجتماعية، ونادي الجوالة، ونادي شباب الأعمال، ونادي الرياضة. وهذه الأندية تدار من قبل الطلاب ويشرف عليها مشروع العمل الطلابي، وهذا المشروع يسعى لإعداد طلاب قادرين على تحمل المسؤولية بطرق نوعية متطورة محفزة للتعلم والإبداع. ولمشاركة الطلبة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية جاء المجلس الاستشاري الطلابي كحلقة وصل بين الطلاب والعمادة. ففي السنة الأولى المشتركة نحتضن أفكاركم الخلاقة وننمي مواهبكم لنجعل منها نقطة تحول. احرص على توثيق كل الدورات والبرامج التي تشترك بها وقدراتك ومهاراتك غير الأكاديمية في السجل المهاري الذي يساعدك في تحسين فرصتك كخريج في الحصول على الوظيفة المناسبة. وحرصا على سلامتك، وفرت الجامعة لك وحدة السلامة والأمن الجامعي، فمن أجل سلامتك وتوفير الوقت والجهد عليك توجد خريطة لكل مبنى السنة الأولى المشتركة، ما عليك سوى تتبع رقم المكان اللي تبغى توصل له. وفرت لك السنة الأولى المشتركة 6000 موقف، خليك إيجابي يا الحبيب ووقف في المكان الصحيح. وحرصا على سلامتك وحتى ما تؤذي الآخرين، ترى التدخين في السنة الأولى المشتركة ممنوع، ولأنك صاحب ذوق أكيد حتكون عنوان الالتزام. ويهمنا كمان مظهرك يكون لائق، لأنك أكيد بتعتز بقيم وطنك ومجتمعك السعودي. وحرصا من السنة الأولى المشتركة على الاهتمام بكم، وفرت لكم خدمات غذائية متنوعة تراعي كافة الأذواق، وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتكم، وخدمات تقنية لدعمكم ومساندتكم، وخدمات صحية لمعالجة الحالات الطارئة. وفوق كل ذلك جمعنا لكم التعلم والمتعة لتلبية احتياجاتكم واهتماماتكم. حتى تكون عينك على المستقبل لتوعيتك بأمور التخصص والمعدلات المطلوبة، وفرت لك السنة الأولى المشتركة برنامج متكامل مساري لمستقبل أفضل، والذي يشرف عليه وحدة الإرشاد الطلابي حتى تعرف وش ميولك واهتماماتك ومهاراتك اللي على ضوءها تختار تخصص اللي حقق رغباتك. وترى يتم التخصص في نهاية العام الدراسي بعد الانتهاء من جميع المقررات الدراسية في سنة واحدة، فمن السنة الأولى المشتركة يبدأ مستقبلك. عزيزي الطالب، تذكر لو أنك حافظت على التواصل مع العمادة من خلال البريد الإلكتروني أو القنوات الرسمية، بإذن الله ستكون السنة الأولى المشتركة سهلة وممتعة. وتذكر دائما أن السنة الأولى المشتركة اجتهاد والتزام وانضباط، وكل ما تقدمها السنة الأولى المشتركة من خدمات وضعتها بين أيديكم لخدمتكم وراحتكم. والآن ننتقل وإياكم إلى بعض النقاط المهمة ومع رئيس قسم اللغة الإنجليزية دكتور حسام العوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية شباب وصبحكم الله بالخير. في البداية بارك لكم قبولكم في جامعة الملك سعود، وأتمنى لكم سنة دراسية موفقة ودراسة جامعية أيضا موفقة. في البداية أشكر سعادة العميد على الكلمات الملهمة اللي أتحفنا بها قبل قليل، والتحفيز اللي أعطاه للطلاب. أتوقع أنه ننتظر بس اليوم الأول عشان نبدأ الدراسة. إن شاء الله أتمنى لكم عام موفق. في نقاط مهمة طبعاً أبغى أتطرق لها في الدقائق القليلة القادمة، لكن قبل ما أبدأ، الفيلم كان سريع شوي ولا لا؟ الفيلم بإمكانكم مشاهدته مرة ثانية، الحصول على المعلومات وتركز فيها بشكل كبير. هو متوفر من خلال موقع العمادة الإلكتروني. كم مرة سمعتوا كلمة إلكتروني؟ سواء من سعادة العميد أو في الفيلم التعريفي اللي قبل شوي. طبعاً الخدمات الإلكترونية اللي نقدمها في العمادة تساهم في مساعدتنا على تقديم الخدمة الأمثل لكم. الآن بعطيكم بعض النقاط المهمة وفيها تطرق لبعض الأمور اللي تخص الخدمات الإلكترونية اللي نقدمها.
السنة الأولى المشتركة مثل ما تفضل سعادة العميد هي السنة الأولى في الدراسة الجامعية، تدرس فيها الترمين هذه إن شاء الله سواء للمسار العلمي أو الصحي أو ترم واحد للمسار الإنساني. لا سمح الله حصل فيه تعثر فيه الترم الصيفي، بإمكانك إعادة الكورسات اللي أخذتها وتعثرت فيها. إذا صار فيه تعثر فيه تكون في البرنامج الانتقالي. طبعاً الأسبوع خلال هالأسبوع هذا أو بداية الأسبوع القادم راح ينزل إن شاء الله جدولكم الدراسي. كثير من الطلاب يجدون صعوبة أو بعض الطلاب يجدون صعوبة في قراءة الجدول الدراسي. أنا بعطيكم معلومات بسيطة تبسط لكم هالعملية هذه. طبعاً الجدول الدراسي مكون من حقول زي ما تشوفون. الحقل الأول هو رمز المقرر، اسم المقرر، بعدين النشاط والشعبة وعدد الساعات اللي تخصها المقرر هذا، بعدين الأيام والوقت والقاعة. طبعاً الحقول الأربعة الأولى والخمسة الأولى بسيطة، يعني هي رمز المقرر واسم المقرر، لكن اللي ممكن تواجه فيه صعوبة اللي هو الأيام. الأيام عندنا خمسة أيام بالأسبوع، هي مقسمة 1، 2، 3. اليوم الأول هو الأحد رقم 1، فالكورس الأول اللي هو كورس هذا الرياضيات في أي يوم؟ الأحد بس، الأحد والثلاثاء رقم 1 ورقم 3. الوقت من الساعة 8 للساعة 9:50. تمام؟ طيب القاعات كيف أوصل للقاعات؟ طبعاً كل مبنى في هذا المبنى العلمي وفي المبنى الآخر هو المبنى الإنساني، كل المباني مقسمة إلى أقسام فيها القاعات، وكل المباني برضو فيه خريطة للقاعات. الخريطة هذه هي اللي تمكنك من الوصول للقاعة وتعليمك بالقاعة اللي وين مكانها في المبنى اللي انت فيه، سواء كنت في المبنى العلمي أم المبنى الإنساني. تمام؟ هذا الرقم القاعة بالنسبة لمادة الرياضيات كم؟ 1424. شو معنى الكلام هذا؟ في أي دور هي؟ الدور الأول. احنا الآن في الدور الأرضي. الدور الأرضي نطلق عليه اسم جي. فالمادة هذه مهارات الجامعية في الدور الأرضي قاعة رقم 101. واضح يا شباب؟ طيب، عمالة التعاملات الإلكترونية توفر كثير من الخدمات من خلال الحقيبة الإلكترونية. الحقيبة الإلكترونية هذه فيها حزمة من البرامج اللي يستفيد منها الطالب في دراسته الجامعية، ومن ضمنها البريد الإلكتروني بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى اللي تساعده في دراسته الجامعية. كيف أصل الحقيبة الطلابية؟ تستخدم رقمك الجامعي في الدخول بالإضافة إلى رقم السجل المدني، هو كلمة المرور. طبعاً كلمة المرور الأولية هي رقم السجل المدني، لكن ننصح جميع الطلاب المحافظة على سرية معلوماتهم والأشياء اللي داخل الحقيبة أنهم يغيرون الرقم السري. تمام؟ طبعاً هذه تغيير الرقم السري يجب أن يكون مو بس في الحقيبة الجامعية، في كل البرامج اللي تتعامل معها في الإيميل وخلافه. طيب، وكالة العمادة للخدمات الطلابية تقدم العديد من الخدمات للطلاب، ومن ضمن الوحدات اللي منبثقة من هالوكالة وحدة شؤون الطلاب. مثل ما تفضلنا قبل شوي بخصوص البرامج الإلكترونية، أحد البرامج اللي يتعامل مع في يعني يتعامل مع الطلاب فيها الوحدة هذه هو برنامج داعم. برنامج داعم تتمكن من خلاله تقديم معاملات الاعتذار عن فصل حالي، معاملات الاعتذار عن فصل سابق، معاملات تأجيل فصل دراسي، ومعاملات إعادة القيد، معاملات الاختبار البديل سواء اختبار المنتصف أو الاختبار النهائي، وفي النهاية معاملات معادلة مقررات. إذا كنت درست في جامعة أخرى أو في مكان آخر وترغب في نقل هالكورسات اللي أخذتها للسنة الأولى المشتركة. فهذه باختصار الخدمات اللي تقدمها وحدة شؤون الطلاب. في خدمات أخرى طبعا، بس هذه الخدمات الأساسية اللي نقدمها عن طريق برنامج داعم. طيب، في أحد الكلمات اللي ما نحب نسمعها هنا، كلمة الحرمان. شو معنى حرمان؟ الحرمان انك تحرم من دخول الاختبار النهائي، تحرم من دخول الاختبار النهائي بسبب تغيبك عن المحاضرات. تقديرا حنا يعني الجامعة تقديرا للظروف اللي ممكن يمر فيها الطالب، سواء ظروف مرضية، ظروف أسرية، حالات الوفاة لا سمح الله، في نسبة معينة يجب انه ما يتعداها الطالب من الغياب. النسبة هذه هي 25%، بعدها يحرم الطالب من دخول الاختبار النهائي.
ويرسب في المقرر طبعا. تمام؟ وش الكلمة اللي نحب نسمعها؟ النجاح. النجاح في الجامعة هو من 60 درجة. اللي يحصل على درجة 60 درجة يحصل على درجة مقبول اللي هي D. إن شاء الله كلكم تأخذون الدرجة العليا اللي هي A و A plus وتدخلون التخصص اللي ترغبون فيه. طبعاً أحد الوحدات اللي تابعة لوكالة العمادة للخدمات الطلابية هي وحدة الإرشاد الطلابي. وحدة الإرشاد الطلابي تقدم لكم الدعم الأكاديمي، الدعم النفسي، والتعريف بالكليات. تعريف الكليات المختلفة اللي هو برنامج مساري. برنامج مساري راح يعقد بالنسبة للطلاب المسار الصحي والمسار الإنساني في الفصل الدراسي الأول، وبالنسبة لطلاب المسار العلمي راح يعقد في الفصل الدراسي الثاني. نستضيف في بعض الزملاء من الكليات المختلفة لتقديم معلومات يستفيد منها الطالب في تحديد مساره الأكاديمي إن شاء الله. طيب، سمعتوا كلمة السجل المهاري صح؟ في الفيلم التعريفي. السجل المهاري هي جميع البرامج اللي أنت تلتحق فيها خارج الصف وترغب في تقييدها في سجلك والحصول على شهادة تتمكن من خلالها من التقديم على وظائف والاستفادة منك في حياتك المستقبلية. هذا السجل موجود عند الزملاء في الجامعة في الباب الرئيسي، ممكن انك تاخذ شهادة للأعمال التطوعية اللي قمت فيها والبرامج اللي شاركت فيها في نهاية دراستك الجامعية. في برنامج آخر يسمى برنامج المتفوقين والموهوبين، تابع للجامعة وفي فرع له هنا في العمادة عن طريق وكالة الشؤون الأكاديمية والتواصل في مكتب رقم 1551. طيب، تواصل مصادر المعلومات الإلكتروني عن طريق دليل الطالب. دليل الطالب وين تحصلون يا شباب؟ موقع العمادة. موقع العمادة موجود فيه دليل الطالب، موجود فيه جميع المعلومات اللي تخص دراستك الجامعية. موقع العمادة الإلكتروني برضو مهم، الكثير من الإعلانات والأشياء اللي تخص الاختبارات تخص التغييرات اللي ممكن تطرأ خلال العام الدراسي يتم التطرق لها أو وضعها في موقع العمادة الإلكتروني. في شاشات رقمية موجودة في المباني، موجودة في أماكن مختلفة من المباني، نضع فيها إعلانات بشكل دوري لو صار في برامج أو أشياء أو تغييرات معينة. البريد الجامعي، البريد الجامعي يا شباب حاجة مهمة، يجب أنه مجرد خروجك من القاعة إذا كنت ما فعلت البريد الجامعي تفعل البريد الجامعي. جميع التواصل من العمادة أو من الطالب يجب أنه يكون خيارك الأول فيه البريد الجامعي. كثير من طلاب العام الماضي والعام السابقة كانوا يجون يقولون أنا والله ما فتحت بريدي. في نهاية العام الدراسي لكم أن تتصوروا ما نقبل هالكلام، يجب أنه بريد الجامعي يفعل من اليوم الأول للدراسة، لأن التواصل مع أستاذ المقرر راح يكون عن طريق البريد الجامعي. يعطيكم العافية شباب، أتمنى لكم عام سعيد وسنة دراسية موفقة، والله يوفقكم. قبل أن نخرج فيه برنامج عند الأخوة في وحدة شؤون الطلاب اسمه الالتزام حياة. هذا البرنامج يقدم تكريم للطلاب اللي عندهم غياب صفر، ما عندهم مشاكل مخالفات، كذلك سلوكيا ممتازين، تفوق في الدراسة. أتمنى أن الجميع ينافس في هذا البرنامج ويحصل على التكريم الذي يقام من قبل وحدة شؤون الطلاب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحب العدد كبير، فزي ما دخلنا بكل هدوء نخرج بكل هدوء. الآن الزملاء بفوجوكم صفصف، لا أحد يكون مكانه إلا الزميل يقول لكم ماشي. الآن اللي عنده سؤال، بما نستقبل وجود العميد، اللي عنده سؤال بيسأل أي سؤال يخطر في بالك، تفضل اسأل. متى تبدأ الجداول؟ الجداول إن شاء الله، السلام عليكم، الجداول إن شاء الله يوم الجمعة ويوم السبت هتكون موجودة في البوابة الإلكترونية، في البوابة الإلكترونية.
يوم الجمعة والسبت تابع البوابة الإلكترونية ينزل جدولك فيها. والجدول عندنا إذا نزل الجدول ينبغي على الطالب أنه هو يشوف الجدول، يحدد متى المحاضرة، يعني متى أول محاضرة بالنسبة له متى حتكون، وهذه المحاضرة لازم إحنا نلتزم في الوقت فيها. الجدول حيكون في عندنا ناس طلاب حيكون يبدأون الساعة 8، وفي طلاب يبدأون الساعة 9، وفي طلاب حيبدأون الساعة 10 محاضرات. ممكن يجيك إنك أنت يوم الأحد ما يكون عندك محاضرات نص اليوم مثلاً، ما كل نص اليوم ما يكون عندك محاضرات، فنتوقع أن الطالب يكون حاضر في وقت محاضرته وقت كافي، لأنه الأسبوع الأول هذا هو أسبوع التعرفة، تتعرف فيه على المبنى، تتعرف فيه على الأماكن، فتحتاج شوية وقت أبكر عشان تبتعد عن الزحمة كمان، لأنه حيكون في زحمة شوية، أول أسبوع عادة يكون في زحمة، بعض الطلاب ما يعرفون يوقف زيارتك، فتحتاج أنك أنت تتعرف. حتى اليومين هذه أنت لو لفيت حول المبنى وشفت الأماكن وين أوقف سيارتي، خططت للأسبوع الأول يكون برضه طيب. سؤال ثاني. سمك. إدارة الأعمال إيش؟ إدارة الأعمال فصل واحد عندنا هنا، بعدين تروح كلية إدارة الأعمال تدرس فيها مواد، وتدرس عندنا هنا لغة إنجليزية في الفصل الثاني. يعني طالب إدارة الأعمال الآن هو مخصص كلية التمريض وكلية إدارة الأعمال، هي الكليتين الوحيدة اللي الطلاب فيها مخصصين. مخصصين بمعنى إيش؟ هو عارف فين بيروح أو الكلية مخصص فيها. فيدرس عندنا فصل واحد، طبعا خلال الفصل هذا دراستك هنا أنت إدارة أعمال، دراستك عندنا هنا حيكون عندك كذلك مادة حتدرسها في كلية إدارة الأعمال. مثل المسار الصحي في الفصل الثاني حيدرس كلية العلوم، حيدرس الكيمياء، لا الكيمياء، الكيمياء حيدرسها حتى في الفصل الأول، لأنه في طلاب حيكون عندهم كيمياء في الفصل الأول. سؤال أخير، هذا قبلك ترى. بإمكانك تدخل أكثر من نادي، بس نصيحتي لكم النوادي استغلها استغلال كامل حسب وقتك الدراسي، لا تجعل شيء يطغى على شيء، شارك في الأندية في نفس الوقت حافظ على دراستك. آخر سؤال نأخذ من هذول الشباب، بعدين إذا في أحد عنده سؤال ممكن الطلاب يروحون يأخذون قدر من السؤال. تفضل أنت. إيه التحويل موجود لكن له شروط. طبعا اغلب الطلاب يجي في القبول الموحد هو قبل انساني لسببين، اما لانه هو اختار انساني لانه عارف وعنده رغبه انه يدخل في المسار الانساني وعارف كذا وحطه من ضمن الرغبات ومعدله عالي، او انه هو وضع انساني هو حط رغبات صحي وعلمي لكن ما جاته وجاء انساني، فهنا في الغالب ايش اللي بيصير انه هو لانه معدله اقل من المعدل المطلوب، وهنا يصير فيه تنافس، عدد المقاعد تكون محدوده وفي تنافس بين كل الطلاب، هذا عن طريق عمليه القبول والتسجيل. موفقين، اللي عنده سؤال ممكن ينتظر، البقيه ممكن يطلعون عشان يستلمون الكتب. لا سمعت دكتور احنا بنوقف الان. طيب وين الابد؟ اي تفضل خذ راحتك. بنوقف الان التفويج. عشان استنى طيب تفضل يا وليدي. لا ثوب الاسكار تلبسه اذا رحت الكليه، اذا رحت كليه الطب ولا كليه طب الاسنان ولا حتى كليه الصيدله ولا كليه الروحه. في العماده عندنا هنا كل اللبس هو ثوب، ثوب وشراب وعقال زي ما انت ما شاء الله تبارك الله عليك الله يسعدك. في واحد انا رفع يدي قبل شوي ما سمي وجهي. اختبار تحديد المستوى ولا نسميه اختبار لانه هو فعليا هو تحديد مستواك في اللغه الانجليزيه، بحيث انك انت تعرف، نعرف احنا مستواك من اجل انك انت تكون تعطى الجرعه اللي انت تحتاجها من اللغه الانجليزيه. فعندنا احنا ثلاثه مجموعات، ما نسميها مستويات نسميها مجموعات. المجموعه الاولى اللي هي تدرس 15 ساعه في الاسبوع، المجموعه الثانيه تدرس 12 ساعه ولا لا دكتور حسام؟ 12 ساعه، المجموعه الثالثه تدرس كم ساعه؟ 6 ساعات. فهذه ثلاث مجموعات، فكل ما كان زادت عدد الساعات معناته انك انت في مجموعه ل 15 ساعه فانت مجموعه A، 12 ساعه انت مجموعه B، 6 ساعات انت مجموعه C.
القسم اللغة الإنجليزية من تجاربه من الفيدباك أو التغذية الراجعة اللي جات من أبناء الطلاب غيروا هذا العام شوية في طريقة طرح المقررات والتكليفات اللي بياخذها الطالب. أول كان ياخذ تكليف واحد، الآن زادت بحيث أنه الطالب فعلا ينمي المهارات اللي هي تكون عندنا أضعف. إحنا كطلاب أو كأبناء الوطن هنا عندنا تحدي موجود في الكتابة، هذا واحد من التحديات ولسنا الوحيدين. يعني اللغة الإنجليزية تحتاج ممارسة وكتابة كثير، كل ما كتبت أكثر كل ما أنت طورت فيها. عندنا برضو تحدي آخر في السماع، يعني عندنا نسمع الكلام نفهمه شوي لكن لما تجينا قطعة وفيها أسئلة ما نعرف نربط بين اللي إحنا سمعناه مع اللي موجود في القطعة. فإحنا هذه المهارتين الزملاء هذا السنة ركزوا عليها أكثر بحيث أن الطالب يأخذ وقته في التعلم. إحنا نتمنى أن كل طالب يدخل عندنا هنا يستطيع أن يوصل إلى مستوى 5 في الآيلتس إذا ما كان وصله. إذا كان واصله فإحنا نبغى نعطيه حاجة أزول عشان يوصل إلى أعلى حاجة اللي هي 9. نتمنى كذا. فإحنا نبذل المجهود معكم، وترى تعلم اللغة يعتمد عليك أنت، قد ما تبذل مجهود قد ما تحصل. ناخذ من الجهة هذه سؤال. اي هذا 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 ولدنا سؤال. سعادة الدكتور، ما حكم القصات في عمل السنة المشاركة؟ عينا دقينا على وتر. قبل شوية شفت يمكن في الموضوع قضية الكدش وقضية القزع، هذا اللي هي الحلاقة اللي من هنا من الطرفين، وقضية تطوير الشعر. احنا نقول انتم رجال، وفعلا انتم رجال. داخل حرم الجامعة وداخل الجامعة أسوار الجامعة، الجامعة لها تقدير. الجامعة مكان علم، ومكان العلم يحتاج أنه هو يكون مكان نحترمه ونقدره ونعطيه كل الاهتمام. خارج أسوار الجامعة، إذا خارج أسوار الجامعة حتى لو شفتك أنت مسوي اللي أنت مسويه بكيفك، الشيء راجع لك أنت، لأن هذه حريتك الشخصية. لربما أنصحك كأخ مهتم فيك، لكن داخل الجامعة في عندنا إحنا قوانين، ونتوقع كل أبناء الطلاب يلتزمون بهذه القوانين. وأتمنى كمان إنه إحنا نكون عوامل مساعدة للجامعة، فإذا شفنا طالب عنده بعض المخالفات ننصحه بالتي أحسن. إذا طالب يقول لا أنا ما عاجبني شعري وأنا مبسوط عليه وأنتم ما لكم شغل فيه وسوي اللي نبيه، نقول له كيف هذه حريتك. لكن إذا دخلت الجامعة فضلا لأمرا غط راسك، البس لك شماغ واستر عمرك. يدخل بعض الطلاب يجي لابس مثلا برودة ولا شورت، يقول معي اعتماد شغل، احنا طالعين من استراحة، تجال مكان علم، مكان العلم له احترامه له تقديره. فهذا اللي يتوقع من أبناء الطلاب. ما يقول هذا الكلام، لكن ما دام فتح الموضوع أستاذ أحمد خلينا يعني خلونا نكون صريحين مع بعض. في حريات انت لك الحريه انك تسويها بس خارج المكان، سويها خارج الجامعه بكيفك، لكن داخل الجامعه انت تلتزم. سمي ودي هذا المطلوب استلم اليوم ولا عاد اجي تقدر تستلمها بكره بعده ما في مشكله. اي سمي ودي لو دخلت انت في جوجل بس كتبت البريد الجامعي جامعة الملك سعود يطلع لك الموقع تبع البريد. والبريد زي ما ذكر الدكتور حسام قبل شويه هو رقمك الجامعي وبعدين @student.ksu.edu.sa، ورقمك اللي هو الرقم السري او كلمه المرور هي بطاقتك الجامعيه. وارجع اكرر على كلام اخوي الدكتور حسام، غير رقمك السري حتى في إيميلك. حتى اليوم واحد من الزملاء عندنا هنا أمس مخترق حسابه في تويتر وقاعد ينشر أشياء الصبح، صحة لقى رسائل على الواتساب، يا أبو ياسر وش القصة هذه، وش العلوب، ليش أنت حسابك قاعدين يسوون له بعض الخرابيط. سؤال من هنا، هل عندي سؤال؟ سمي ودي نقطة مهمة جدا. يمكن ذكرت الدكتور حسام قبل شوية انه الحرمان 25% وما فوق هو الحرمان، لكن نقطة مهمة الغياب، ما المفروض الطالب يغيب؟ بمعنى انت الان انت طالب في الجامعة ولك مكافأة كأنك انت موظف
والدولة قاعدة تعطيك راتب. الموظف إذا غاب عن العمل إيش يسوون له؟ ما عندهم حرمان، يعني يخصمون الراتب. يا سلام عليك. إجازة، أنت عندك إجازة نهاية العام، هذه إجازتك السنوية. فمعناته أنت الآن من عاملك أنت كموظف، أنت الآن واجب عليك أنك أنت تحضر 100%. طيب الموظف إذا صار له حالة طارئة وش يسين؟ يجيب اعتذار، يعني يجيب إيش؟ عذر. عذره هذا لازم يكون طبي من مكان فعلا معتمد، وهذا العذر احنا نحطه من ضمن 25%. فإياك ثم إياك أنك أنت ضيع تفتح على نفسك المجال وتقول والله أنا عندي 25%، ليست حق مكتسب أبدا أبدا. ولو جاء مدير الجامعة بيقول لكم الكلام هذا نفسه، لأن كل سنة يركز على النقطة هذه، يا أبنائي 25% ليست حق مكتسب، هذه للظروف الطارئة. تخيل نفسك أنت بصحراء ومعاك جوال شريحة شحن وفيه 25 ريال، هل تتوقع أنك أنت تتصل على صاحبك تسأله تقول له سواليف فاضية؟ No way. ليش؟ لأنك أنت بصحراء، يقطع عليك الجوال ممكن في أي لحظة. طبعا الصحراء مو بعيدة، عشان لا أحد يجي يقول طيب ما في شبكة في الصحراء. حلو؟ فأنت الآن كأنك أنت معك رصيد 25، ال25 هذه استخدمها وقت الحاجة. لا يجي واحد صاحب يلا يا أبوي خلينا نروح نطلع طنش المحاضرة هذا، خلينا نروح نتغدى برا. يقول له لا، ترى أنا هذه رصيد استخدمها وقت الحاجة. ربما يصير عليك ظرف، وهذا الظرف يكون فعلا طارئ، تجي تلاقي نفسك ما عندك أنت ساعات راحت عليك. سؤال كمان قبل أسعد دكتور، بس عبد الرحمن علي وينه؟ عبد الرحمن علي. عبد الرحمن علي، تعال أبوك يبيك برا. عبد الرحمن علي سعيد. سؤال اللي عنده سؤال سامي ولدي. بالنسبة للمجموعات الإنجليزية. أيه. شوف إحنا فعلياً لا نجزم نقول إنه تحديد المستوى اللي إحنا عملناه دقيق 100%، لكنه إلى 90% هو صحيح إذا الطالب نفسه يعني حل الاختبار بنفسه وما سوى تخمينات. وفعلا هو اللي حل الاختبار بنفسه. فاحنا نتوقع ان كل الطلاب، طبعا من تجربتنا الان بالذات الالكتروني، الطالب عنده مساحه يعني ثقه في نفسه انه قاعد يحل الاختبار بطريقته هو، يعني قاعد يحل بنفسه، فنتوقع انها دقيقه. لكن اذا جانا طالب وفعلا وجدنا انه مستواه اقل من مستوى المجموعه اللي موجودين معاه، في اليه موجوده في قسم اللغه الانجليزيه يمكن يشرحها الدكتور حسام، لها آلية، لكن في الغالب يكون واحد في الألف، خلينا نسميه، أو بلاش نقول في الألف، واحد في الصفر فاصلة واحد. مثل ما تفضلت الدكتور، يعني التحويل من مسار من مجموعة لمجموعة يتم وفق ضوابط حددها القسم، وغالبا غالبا غالبا اختبار تحديد المستوى عالي الدقة لدرجة إنه يعني إذا كنت أنت أخذت الاختبار مثل ما تفضلت الدكتور، ما يعني ما راح يكون في تغيير المستوى. وحتى لو كان صعب المستوى اللي انت فيه، حاول انك يعني الصعوبه هذه هي اللي تساعدك انك تتعلم. يعني لا تتوقع انه بس انا ابغى اجلس وافهم كل شيء في محاضره اللغه الانجليزيه من دون ما يكون في تحدي شوي، لابد يكون في تحدي عشان تتعلم وعشان تستفيد من تعاملك مع مدرس المادة. صح. شكرا سعادة العميد، شكرا سعادة الدكتور حسام. الآن من فوج الطلاب